يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذهب المعد للاستعمال الشخصي ما الراجح فيه في مسألة الزكاة؟ الراجح فيه هو المفتى به أنه لا زكاة فيه ما دام أنه معد للاستعمال والزينة، لأنه أصبح ملبوسا لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال. الصحيح فيه أنه لا زكاة فيه، ولأن هذا يحرج المرأة خصوصا إذا كانت فقيرة، إما أن تنحرم من الحلي وإما أن تحمل زكاة كل سنة، صعب. نعم.